السبت كان الكاذب محمد بديع، من يعرف بمرشد الجماعة الإرهابية، في المحكمة في قضية فضة اعتصام رابعة. راجل خرج خارج القفص واتكلم، شوفوا قال ايه. الكلام ده فيه اكتر من حاجة. اول حاجة انه السجناء الاخوان المسلمين بيتكلموا في المحكمة، يعني اللي هو فكرة التقاضي وانه هو ما بيقولش وما بيتكلمش، هو الراجل بيطلب ان انا عايز اتكلم فتفضل اتكلم، يعني زي ما حضراتكم شايفين يمسك ميكروفون قدام الكاميرات وبيقول، خلي دي على جنب. لكن الاهم هو فكرة التدليس، لانه هذا الفيديو في ناس خدته وقال لك شفت الاخوان المسلمين وقضيه القدس وبيفدوا القدس بدمهم، والراجل العجوز يعني عاوز يطلع عشان يروح يحرر القدس. قدس ايه اللي هتحرر؟ قدس ايه؟ وبعدين يقول لك طلعونا، هو حضرتك مش في الاوبرج، يعني انت مش نازل في الاوبرج ضيف وحد محتجزك، انت مسجون على ذمه قضايا جنائيه، لانه انت راجل حرضت على العنف وقدت جماعتك لارتكاب اعمال عنف واعمال قتل واعمال تخريب في هذا البلد ببساطه شديده جدا. وبعدين على سبيل المثال مثلا انت كنت من حرض الاخوان المسلمين على الاعتصام في ربعه وعلى استمرار الاعتصام في ربعه، وهذا الاعتصام الارهابي مش بس عشان كان في سلاح، ولكن في مجموعه بتعطل دوله بتعطل بلد. يعني شوف نفكر بس الناس اللي قالت لك ايه الراجل البطل اللي هو عاوز يدخل يخرج عشان يحرر القدس، سمعونا يا جماعه يعني قال ايه في ربع العدوي. مرسي مرسي كل الملايين ستبقى في الميادين حتى يعود الرئيس المنتخب. بشكل واضح جدا الناس اللي يقول لك ايه اصل هو بديع بيعاقب على ايه او بيحاسب على ايه؟ بيعاقب على التحريض. تحريض على العنف والتخطيط ليه. فانت قدام اكذوبه مستمره في فكره ايه؟ الاخوان والقدس.
فالنهارده لما يطلع يقول انا طلعوني عشان احرر القدس فانا لست امام بطل بقدر ما انا امام مدلس. ليه مدلس؟ لانه كانت قضيه القدس اساسا في الاساس كانت احد الادوات اللي بيشتغل بيها الاخوان المسلمين. كل التنظيمات المتطرفه التي تاخذ من الدين قناعا بترفع قضيه القدس في وشنا وتقول لك ايه، زي ما هم كانوا بيقول لك على القدس رايحين شهداء بالملايين، لا راحوا ولا جم. حتى فيما يتعلق بشهداء اللي هو بيقول عليهم بتوع الاخوان المسلمين، ده كلام هم من كتبوه، الاخوان المسلمين هم اللي كتبوا تاريخهم. ولما تيجي تقارنه بالتاريخ المصري العادي اللي المؤرخين كتبوه بتجرد، تلاقي دور الاخوان المسلمين في 48 دور عادي جدا. فاذا هو بيسرق التاريخ رقم واحد. رقم اتنين انه بيوحي، عايز يوحي انه يقول لك طلعونا وكأن انت محتجز والناس حبساك بالباطل. لا، انت محتجز لانك بتعاقب على جرائم جنائية ارتكبتها انت وجماعتك الارهابية في حق هذا البلد. وان ولو ما فيش حاجة غير اللي انت قلته في رابعة، لما انت طلعت يوم 5/7، لما طلعت يوم 5/7 لما كنت هربان في مزرعة احد الاخوان في مطروح ورجعت من مطروح على رابعة، دخلت في وانت لابس نقاب عشان تدخل الاعتصام وطلعت تحرض على الدولة بهذا الشكل السفيه ببساطة شديدة جدا، فانت محبوس عشان ده. فلما تيجي تزايد النهاردة وتبتز مشاعر الناس وتصور ان انت اللي هتطلع تحرر، ما كنتوا موجودين يا اخوي، كنتوا موجودين في الحالة الاخوانية. سيبك من على القدس رايحين شهداء بالملايين، لكن بعد الثورة عندما اقتحمت سفارة اسرائيل على كوبري الجامعة، جامعة الاخوان المسلمين ادانت هذا الاقتحام، رغم انه الحكومة يعني منحت الواد اللي طلع نزل العلم، النقاش ده اللي نزل العلم اديته شقة، وكانت هناك حالة شعبية بالاحتفاء بده، رغم انه دبلوماسيا غلط، قانونيا غلط، انت بتخترق سفارة الدولة، انت عامل معاها معاهدة صلح. لكن الاخوان لا، ما فتحتش بقها. الامريكان سيبك من الجواب البروتوكولي بتاع مرسي وصديقي بيريز، ماشي مش هعلق عليه، لكن ما لا يعرفه كثيرون ان المرة الوحيدة التي وصفت فيها اعمال حماس بانها اعمال عدائية كان في الاتفاق الذي عقده محمد مرسي بين الحماس واسرائيل. ما كانتش قبل كده حماس بتوصف بان هي عدائيه، بالعكس لو تتامل المساله، انت النهارده بتشتغل، النظام المصري بيشتغل مع اسرائيل لانه هناك معاهده موجوده، وانت دوله تحترم معاهداتها، وعايز تعمل خطوات على الارض عمليه مش عنتريه. ليه؟ لان اللي حصل انت السيسي مثلا عارض من البدايه مساله الدولتين، بنشتغل على الدولتين، ده قدس شرقية وقدس غربية، والناس هتبدأ تحل وتشتغل، ولما تم الإخلال بده شايف انت موقف مصر الدبلوماسي مش طق حنك. يعني نحن كنا أمام جماعة مدلسة وهتيفة ولا تفعل شيء ولا تقدم شيء، لأنه أيام اعتصام رابعة مثلا كلمة القدس دي ما جاتش على لأن رغم انها القضية، لأن هم كانوا مهمومين في السلطة اللي هم كانوا عايزين يستردوها تاني رغم فشلهم فيه. فهذا المشهد الحقيقة لما تحطه قدام المشهد بتاع التحريض تكتشف أن هذه جماعة تعمل لمصلحتها الخاصة والشخصية، ولا يعنيها لا مصر ولا القدس، لا مصر ولا القدس، لأن أنت قوتك قتلت بها المصريين، أسلحتك قتلت بها المصريين، لم تواجه في لحظة هذا العدو في أي وقت، لا أنت ولا أي حد من التنظيمات، هذه التنظيمات الإرهابية اللي موجود، ما هو العالي اللي في سينا، شوية العالي الصيع اللي في سينا دول ما هو موجودين هناك، عمل ايه هو؟ لما بتكلم على اسرائيل واسرائيل واسرائيل واسرائيل، انت تتكلم عن اسرائيل وتموت المسلمين والعرب. فانا ارجو الا ينخدع احد بهذه الحالة، لان هذه حالة، هذه جماعة تعبر عن ظاهرة صوتية، هتاف قاعد بيهتف فقط، لكن هذا الهتاف يتحول الى واقع، يتحول الى انجاز، يتحول الى يقول لك وديني، والله انا لو عندي قرار، والله لو عندي قرار الم الاخوان المسلمين كلهم واروح احطهم اسلمهم في تل ابيب، روحوا حاربوا، يلا حارب،
انت مش عايز تروح تحارب روح حارب، مش كاين بقى يعني خلاص زهقنا.